شلون يا حبيبي؟ كيف امتحاناتك؟ الحمد لله منيحة. إن شاء الله دائما منيحة. يعني بتجيب الأول على الصف؟ إن شاء الله. مش تخمنا زي أبوك؟ لا إن شاء الله ما بخم. أبوك كان يأخذ مني بريزة كل يوم مشان يقول لي أنا أجيب الأول على الصف. طلع تيس ببيع فلافل هيو. بدي إياك شهادة عليا. حاضر جدا. بدي أتفخر فيك بالحارة. حاضر. إنه مش ناقصنا فضايح. حاضر. جاه طلع عليك إذا بتجيب الأول لنطيك 50 ليرة مسكرات. وعدخمني ولا بتجيب الأول يعني بتجيب الأول ها؟ 50 ليرة مسكرات لك من جدتك نوفة. ماشي؟ يلا يلا اركض. يا سلام. وحياة قلبي وافراحه وهنا بمساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح. اجل ناجح. ها جبت الاول؟ جبت هي تبرة. ابي ما اسرعك. كيف جبت الاول على الصف؟ هذا حاط المدرسه بجيبتك انت ولك. ايش بدك يا جدي؟ المعلميه كلهم بتمون عليهم. ايوه. جبت الاول جبته؟ ايوه جبته. طب كيف؟ ورجيني شو؟ هي تبرة. شو اللي برا؟ هي تبرة. مين؟ جبته الاول. ولك مين؟ مين الاول؟ الاول هي تبرة. هذا الاول على الصف؟ اه. هذا ولك؟ ولك طلعت نصاب زي ابوك انت؟ والله لا. اللهم اني صائمة. طير علينا فرحة الأول يا الله.